جملة ادي العيش لخبازه سمعناها كتير جدا، وتقريبا كمان قلناها كمان كتير جدا، بس مركزناش فيها واحنا بنقولها او ما طبقناهاش اصلا في حياتنا. فما نيجي في الفيديو ده ندي العيش لخبازه، يلا بينا. شباب عاملين ايه؟ يا رب كله بخير. لو عمره شوفني انا كان واقف بقدم محتوى ده في السلامه تبعش سبيكر، وعندي جيره قناه تانية جيره بتاعت الجيمنج برضو بقدم برضو فيها برضو جيمنج جيره على الضيق. ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا على طول في موضوع الحلقه. نزلت حته فيديو جامد جدا جدا لبابجي في القناه التانية بتاعت الجيمنج، روح كده شوفه واعمل برضو سبسكرايب، وبالمناسبه هتلاقيه بنفس التيشيرت ده، فالاثنين صورتهم بنفس اليوم يعني، فما تدققش. ادي العيش لخبازه، كلمه قلناها كتيره جدا بس ما ركزناش فيها، او كنا بنقولها كعادي كلمه بتتقال خلاص، بس ما حدش ركز فيها وما حدش اصلا بيطبقها اصلا، وما حدش اصلا بيدي العيش فعلا لخبازه. ومش كل الناس، انت ممكن اساسا تكون بتطبقها بس انت مش واخد بالك. يعني كمثال، كانا في ناس كتيره جدا بتقول لي يا كريم بطل المحتوى بتاع لايف ستايل واعمل تحديات او اعمل تشالنج زي ما اليوتيوبرز التانيين بيعملوا الكلام ده، تحدي البطيخه، تحدي كلت 18900 اندومي حار ومش عارف ايه الكلام ده، بس انا ما برضاش مع انه هو ترند، ولو عملت كده هجيب فيوز اكتر وهجيب سبسكرايبات اكتر، بس انا مش ده، انا مش الحاجات التانية دي، انا متخصص في لايف ستريم موتيفيشن سبيكر، شايف نفسي ان انا هبقى حاجه في لايف ستريم موتيفيشن سبيكر. فكره اصلا انت بقى ايه تروح تعمل الحاجات دي هناك كده، انت سيب العيش لخبازه وسيب الحاجات التافهه دي للناس التافهه. طبعا انا مش بشتمهم او مش بقول كده، طبعا كل الاحترام طبعا ليهم، بس انا بتكلم في الاول وفي الاخر تفاهه، فانت سيب التفاهه دي للناس التافهه. انت شايف نفسك تافه، روح اعمل الحاجات دي، ما عنديش مشكله يعني. فانا بتكلم مع الناس، عن نفسي انا، انا حسيت ان لا، لو رحت هناك هبقى كده مصطنع، مش هبقى كريم اللي انتوا بتشوفوه في الفيديوهات، هبقى كريم اللي هو عايز يجيب فيوز ويجيب لايكات والكلام ده. لكن هنا انا بتكلم في حاجه انا حابب فعلا اتكلم فيها. طب دي في الحاله لو انت تعرف اصلا تعمل الحاجتين، او تعرف تمثل الحاجه اللي انت بتحبها والحاجه الثانيه اللي هي اللي ملهاش لازمه، فانت هتروح للحاجه اللي ملهاش لازمه. طب ما احنا ممكن مثلا نقول ان المهندس ما ينفعش يبقى بتاع عيش. طبعا باحترامي للاثنين، واحترامي للبتاع عيش واحترامي للمهندس، انا مش بتكلم على الشغلانات، انا بتكلم على كمثال. ما ينفعش مهندس يبقى بتاع عيش. طب ليه؟ عشان المهندس ما يعرفش النسب، ازاي العيش يتعمل وازاي العيش يفضل في الفرن قد ايه والكلام ده، اللي هي النسب بتاع اللي هو اصلا بتاع العيش عارفها. ما ينفعش بتاع العيش يبقى مهندس. ليه؟ عشان ما دخلش كليه هندسه، وهيبقى ضرر اصلا على المجتمع لو هو مثلا بقى مهندس مش هيعرف يعمل المباني صح، والمباني هتنهار والكلام ده. فما ينفعش المهندس يبقى بتاع عيش، ولا بتاع العيش يبقى بتاع المهندس. وده ينقلنا الرقم ثلاثه، ان هو ما ينفعش تبقى زي حد، ما ينفعش تقلد حد، لازم تكون نفسك في الحاجه اللي انت بتحبها حتى لو مش مرغوب فيها دلوقتي. يعني مثلا كمثال، مثلا المحتوى اللي بقدمه لايف ستايل موتيفيشن سبيكر ما حدش بيتفرج عليه كتير، هو يعتبر محتوى تعليمي، فما حدش بيتفرج عليه كتير، الناس كلها عايزه تحديات، عايزه ترنديات والكلام ده. فلازم تكون نفسك، لازم تكون تعمل البصمه بتاعتك اللي انت تغير الواقع ده. ففكره اصلا انت بقى ايه، الناس كلها ماشيه في موجه كده فانا همشي معاهم، لا، انت ممكن يكون ده اصلا سبب انهيارك بسبب تقدمك. وحتى لو تقدمت في الحوار ده هي هتبقى فرصه بس صغيره كده، وهترجع تاني لطبيعتك، او ممكن كمان اقل كمان من طبيعتك. ليه؟ عشان مش ده العيش بتاعك، انت مش ده، مش انت صاحب الصنعه دي. سيب الصحاب الصنعه لصحاب الصنعه. فما ينفعش تبقى زي حد، لازم يكون ليك البصمه بتاعتك زي ما قلتها كتير 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 جدا من الفيديوهات بتاعتي. رابع حاجه هي مشروحه لوحدها وشرحه نفسها، ومش محتاجه اصلا انا اشرحها. ما تستسهلش وتروح للرخيص علشان ما تبقاش رخيص. تقريبا يعني لو انت هتطلع بس من الفيديو كله بحاجه، فانت هتطلع بالجمله دي، ما تستسهلش وتروح للرخيص عشان ما تبقاش زي الرخيص، او ما تبقاش رخيص. بس فيديو صغير بس، يعني انا سالت الناس حابين اعمل فيديوهات عن ايه، وفي ناس كتير جدا قالت لي قول الفيديو بتاع ادي العيش لخبازه، فطبعا عملت الفيديو زي ما انتم ما كنتوا عايزين. طبعا عشان ما ننساش، شكرا لل 4000 سبسكرايب، احنا دلوقتي وصلنا ل 4000، وما اعرفش كمان لما اجي انزل الفيديو ده هيبقى كام سبسكرايب، بس شكرا جدا. بالنسبه لي 4000 ده رقم، يعني انا مش بتكلم ان هم 4000 سبسكرايب، لا، هو 4000 شخص وثقوا فيا ووثقوا في كلامي وعملوا سبسكرايب وهم حابين يتابعوني، فشكرا لكل واحد من ال 4000 اللي عاملين سبسكرايب. ولو في اي مواضيع تانية انتوا عايزين
عايزين نتكلم فيها اكتبوا تحت في الكومنت وانا هقرا المواضيع دي كلها وان شاء الله هكتبها في الكيب بتاعتي وهعمل لها سكريبت محترم وهعمل لها برضو فيديو. بس وقت حلقنا خلص وخلصنا الحلقه بتاعت النهارده وزي ما قلت لكم ما تستسهلش وتروح للرخيص علشان ما تبقاش رخيص زي اللي انت رحت له. بس كده ساش تعملوا سبسكرايب للحاجات اللي هتظهر هنا دي كده عشان يجيلك اي ابديت في حياتي. وكالعاده دي سكوتش سلام عليكم.